السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على جزئية في برنامج بابس ريستورانت، وهي خاصة بـ create customer، أو إن أنا عاوز أضيف عميل أو زبون عندي في المطعم. مبدئيا بفتح البرنامج، وزي ما تعودنا كل مرة البرنامج بيطلب مني الباسورد. عند الباسورد ديفولت 4 ساعات. عشان اخش على خطوة انشاء الكاستمر ده او انشاء العميل، بروح على الباك اوفيس، بلاقي عندي قسم خاص بالكاستمرز اسمه كاستمر، بضغط عليه ضغطة. في عندي اختيار اسمه ممبرشيب مانجمنت، بضغط عليه بيجيب لي الشاشة اللي هي خاصة بالاعضاء كاملة او بالكاستمر، فلو عندي اي كاستمر مضاف بلاقيه قدامي في القائمة دي. طيب انا ما عنديش كاستمر، او في كاستمر معين عايز اضيفه، في عندي في اليمين زرار مكتوب عليه نيو، بضغط على نيو بيجيب لي البيانات الخاصة بالعميل، بعبي البيانات، وبعد لما اخلص بعمل حفظ، وبالطريقة دي بيكون عندي كاستمر ضفته. خلينا كده نبتدي مع بعض واحدة واحدة. وليكن مثلا عندي عميل، بضيف الاسم الاول والوسط والاخير، وممكن اكتفي بالاخير، وطبعا بختار الجندر. وبعدين اهم حاجة عندي لازم اكتب العنوان بتاعه، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة، لان الكاستمر عموما بستخدمها اكتر من استخدام في البرنامج، من ضمنها الدليفري. فلو اخترت الدليفري لازم يكون عندي العنوان مكتوب. وليكم مثلا زي كده state، ممكن اكتب state، زيب كود، اكتب رمز البريد للدولة اللي انا فيها، بضيف الفون نمبر مثلا والموبايل نمبر. لو عاوز اكمل ماشي، مش عاوز بجرب اعمل سيف، يقول لي successfully saved، اقول له اوكي. بيظهر عندي العميل طبعا زي ما احنا قلنا في الشاشة الرئيسية. طيب لو انا في الاوردر وعاوز اختار العميل بعمل ايه؟ بخش على الاوردر عادي خالص، باخد الاوردر اللي انا عاوزه. عندي هنا علامة زي السيرش على الكاستمر، بضغط عليها بكتب اما رقم الجوال او رقم التليفون او اسمه. مثلا لو كتبت حرف الدبليو يجيب لي الاسم، ولو كتبت رقم الجوال نفس الكلام يجيب لي البيانات. مجرد ما اضغط عليه يجيب لي بياناته كاملة، واقول له بس سيلكت، يظهر عندي الاسم.